لأن حلب الشهباء في عيون السيد الرئيس بادله أهالي مدينة حلب المحبة بالمحبة وعاهدوه على العطاء بالعطاء. وبمناسبة فوز السيد الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية أقامت عشيرة العساسنة آل جنيد الحسن احتفالا جماهيريا كبيرا ليعبروا عن فرحتهم بهذا النصر الذي كان خيارهم وذلك في حي المرجى بحلب. وأكد آل جنيد بأن هذه الاحتفالات هي تعبير صادق من أهالي مدينة حلب بالفوز الذي يعتبر جزءا من الانتصار على الإرهاب والذي سيكلل قريبا بالنصر الكبير على كامل التراب السوري. نحن أبناء عشيرة العساسنة نوجه لأهالينا بمنبج أنه ما يمثلنا أي مرتزقة، يمثلنا الجيش العربي السوري والقائد مفدى بشار حافظ الأسد. نحن اليوم أبناء عشيرة العساسنة نقوم بهذا العرس الوطني لنبارك لسيادة الدكتور بشار حافظ الأسد بالولاية الدستورية الجديدة، ونقول له كما نجحنا في صناديق الاقتراع سوف ننتصر على الإرهابيين في كافة الجبهات لنحرر ونطهر كل شبر من أراضي السورية. اليوم نحتفل بنصر سوريا ونصر الشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وانتصاره على الإرهاب بقوة الشعب وقوة الجيش العربي السوري. اليوم نقف دعما لجميع الفصائل التي تدعم الجيش العربي السوري باسمنا جميعا الأحزاب الوطنية شعبا وقيادة دعما لكل العشائر إخواننا في بنبج، نقف معهم يدا بيد ونشد على أيديهم. كما نددوا بالممارسات الإرهابية للفصائل في منبج ووجهوا رسالة إلى شيوخ العشائر بأن أي اتفاقية مع الفصائل الإرهابية لا تمثلهم ولا تمثل الشرفاء في منبج، وأن الشعب السوري في أي بقعة من الوطن هو من يقرر مصيره. مبارك للسيد الرئيس الدكتور بشار حافظ أسد هذا الانتصار، ونحن نقول للسيد الرئيس نحن الأمل في العمل. أنا باسمي واسم جرح الجيش العربي السوري نحن أملنا الأمل بالعمل. نحن نعد السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد نحن ماذون بعمار سوريا الحبيبة بجرحنا بإرادتنا بقوتنا. نحن أهالي حي المرجي حي مقر الأنبياء نقول السيد الرئيس بشار حسن ألف مبروك لهذه البيعة الجديدة التي حميت البلاد والديار والعرض. نبارك له ونهنئه بانتخاباته فوزي بانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية. نرسل رسالة أهلنا بمنبج ونحن بمعركة محاربة الإرهاب نحن معهم لأخر قطرة الدماء في أرواحنا. أهالي مدينة حلب على غرار السوريين في بقية المحافظات كما انتصروا في الانتخابات الرئاسية عند صناديق الانتخاب وقالوا كلمتهم واختاروا من سيقودهم إلى بر الأمان ومن سيعيدون معه إعمار الوطن. ستنتصر سوريا بجيشها وقائدها وشعبها على أعدائها على امتداد الجغرافيا السورية. قناة سما الفضائية كنان علوش حلب الشهباء.